السلام عليكم ورحمة الله. يعني بعد ما نقعناه في الماء شوفوا الوساخة، شوفوا الماء كيف هذا اسود. فندور يعني بروش خشن وننظف بهذه الطريقة، شوفوا كيف اصبح نظيف يعني قبل ما نغسل. هذا من برا الطريقة. شوفوا الماء كيف غدا، شوفوا كيف، شوفوا المسامات، هاي المسامات يعني كنا خلية نحل يعني بعد ما تنظف. تابعونا وشكرا.